نلش في الفصل دلوقتي، الفصل الثاني مستويات تمثيل البيانات. مستويات تمثيل البيانات، بافتراض أن لدينا شركة من شركات قطاع الأعمال ونريد تمثيل جزء من بيانات هذه الشركة، فنجد أن مستويات تمثيل البيانات بها تنقسم إلى 6 مستويات. هي المستوى الأول وهو مستوى البيئة التي سيتم التعامل معها، حيث أن البيانات الأساسية للشركة هي التي تستخدم في تحديد مستويات تمثيل البيانات الخاصة بها، والتي تستخدم في تحقيق أهداف هذه الشركة من تحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكاليف ممكنة لتحقيق أعلى ربح ممكن، وهي عبارة عن الموظفين، العمال، الآلات، الحسابات، الإدارة، المخازن. المستوى الثاني وهو مستوى توصيف البيانات، حيث يتم عمل ما يسمى بقاموس البيانات، والذي يحتوي على وصف تفصيل للسجلات والحقول وأنواعها والعلاقات بينها وأسلوب الربط بين هذه الحقول. المستوى الثالث وهو مستوى قاعدة البيانات، وفيه يتم تحديد كل من أنواع الملفات، الهدف من إنشاء وحفظ هذا الملف، عدد السجلات المتوقع أن يحتويها الملف، أعداد الملفات التي ستتعامل مع قاعدة البيانات، حجم كل ملف، والبيانات التي سيحتوي عليها هذا الملف. المستوى الرابع وهو مستوى السجل، وفيه يتم التفرع داخل الملف، حيث يحدد طول السجل وتقسيماته إلى حقول واحتمالات إضافة أي أجزاء جديدة له. مثال ذلك اسم العامل ومكوناته، بكون من الاسم والعنوان والمؤهل وتاريخ الميلاد، تاريخ التعيين، المرتب. المستوى الخامس وهو مستوى الحقول، وفيه يتم تحديد طول كل حقل ونوعه، فمثلا اسم العامل لابد ألا يقل عن 30 حرف. المستوى السادس والأخير وهو مستوى المفردة، وهي الحرف أو الرقم أو الخليط بين الحرف والرقم، ففي حالة حقل الاسم تكتب حروف، وفي حالة حقل المرتب تكتب أرقام، أما في الخليط فتكتب أرقام وحروف مثل حقل العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نناقش الفصل الثالث من مادة نظم إدارة قواعد البيانات، وهي مراحل وخطوات تصميم نظم قواعد البيانات. مراحل وخطوات تصميم نظم قواعد البيانات تتمثل في المعالي: نمرة 1 مرحلة تصميم قاعدة البيانات، نمرة 2 مرحلة إنشاء قاعدة البيانات، نمرة 3 مرحلة التعديل والتطوير في قاعدة البيانات. ونبتدي بالشرح تناول كل مرحلة من المراحل دي كما يلي. أولا مرحلة تصميم قاعدة البيانات، توضح خريطة التدفق التالية مرحلة تصميم قاعدة البيانات كما يلي. من خلال خريطة التدفق يتضح لنا المرحلة، هذه المرحلة تتضمن ما يلي: أولا تحديد الهدف من قاعدة البيانات، يليها تحديد الجداول والحقول الموجودة في قاعدة البيانات، وبعد كده تحديد العلاقات بين البيانات وبعضها. بعد ما يتم كل ذلك يتم تصميم القاعدة وتحليل القاعدة، وبعد كده يتم اتخاذ القرار هل القاعدة سليمة وخالية من الأخطاء أم لا. إن كان نعم يتم الإنهاء، وإن كان لا يتم العودة مرة أخرى من بداية تحديد الجداول والحقول الموجودة في قاعدة البيانات. مزايا تصميم قاعدة البيانات تتمثل في ماذا؟ نمرة 1 التأكد من صحة قاعدة البيانات، نمرة 2 توفير المال والجهد والوقت أثناء التنفيذ الفعلي لقاعدة البيانات، التوصل إلى الحل الأمثل للعلاقات بين البيانات وبعضها داخل قاعدة البيانات، 3 نقاط الضعف بقاعدة البيانات. ثانيا مرحلة إنشاء قاعدة البيانات، بعد الانتهاء من مرحلة تصميم قاعدة البيانات تدخل في مرحلة التنفيذ الفعلي، وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ ما تم تصميمه واختباره، ويتم ذلك عن طريق: نمرة 1 بناء كل جدول من الجداول وتحديد الحقول الموجودة داخل كل جدول طبقا للتصميم الأول، نمرة 2
بعد بناء الجداول يتم الربط بينهم بالعلاقات والهياكل التي تم تصميمها في مرحلة التصميم الأولي لقاعدة البيانات. نمرة 3، يتم إدخال بعض البيانات للقاعدة وذلك الاختبار الأول. 4، يتم تحليل القاعدة وتحديد نقاط الضعف المطلوب تلافيها ونقاط القوة المطلوب المحافظة عليها. نمرة 5، إجراء التعديلات اللازمة لقاعدة البيانات. نمرة 6، إعادة التحليل مرة أخرى. ثالثا، مرحلة التعديل والتطوير في قاعدة البيانات. مع مرور الوقت ومع اختلاف طبيعة العمل أو التطوير به، يجب أن يصاحب ذلك عملية تعديل أو تطوير لقاعدة البيانات التي تم إنشاؤها من قبل، وذلك بإضافة أو حذف بعض الجداول أو الحقول أو التعديل في طبيعة العلاقات بين الجداول وبعضها داخل قاعدة البيانات. وبانتهاء ده يبقى احنا خلصنا المنهج بتاعنا في مادة نظم إدارة قواعد البيانات. مع تمنياتي لكم التوفيق والنجاح.